أكيد التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 مهمة بالنسبة للمنتخبات الآسيوية، خصوصا مثل ما تكلمتوا في التقرير وجود 8 مقاعد مؤهلة لكأس العالم فرصة كبيرة للمنتخبات على الأقل التي لم تشارك سابقا وما عندها مشاركات سابقة أو غابت بشكل كبير في مشاركتها عن كأس العالم منها تكون موجودة. لكن بالرجوع بالكلام على المجموعة اللي فيها المنتخب السعودي، المنتخب الأردني، باكستان، طاجكستان، يمكن المنتخب السعودي هو متصدر بالعلامة الكاملة 9 نقاط.